بص انا قلت امبارح في تويتر كده، قلت ان 25 يناير هي الثوره، هي اعظم ما صنعه المصريين في تاريخهم. وفي ناس كتير قوي عندها اراء متباينه، كل واحد حر يعني في رايه، بس انا ده دراستي للتاريخ المصري لل 7000 سنه، وبعتقد ان انا دارسهم كويس يعني وقاريهم كويس. بعتقد ان دي الحاجه العظيمه الكبيره اللي حصلت في تاريخ المصريين، لان لاول مره بتتوحد ارادات المصريين بهذا الشكل على هدف واحد. المصريين ما عملوش ثورات كتير، خد بالك يعني، حتى 23 يوليو اللي انا منتمي ليها يعني انتماء اصيل، في النهايه كانت حركه جيش في الاول ثم تحولت لثوره. الثوره الشعبيه الحقيقيه في تاريخ المصريين في 7000 سنه هي 25 يناير.